حديث عثمان حديث أبي هريرة، ولم أبو هريرة يعني يتكرر مرارا لأنه كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. إيون كان في غلفن دي الأحاديث، في رواية الأحاديث إيون فقط استعرف إنسان أنوى عبد الله بن عمرو. أنا عميه إن أبو هريرة استعرف إن إنسان يروى الأحاديث أكثر إنه أيغر إنس لأنه كان يكتب ولا أكتب باش نفهم بلي كانت الكتابة نتاع الحديث النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك منع في إطار، ولكن هناك إباحة في إطار، وهناك الصحيفة الصادقة، وهناك يعني أدلة في هذا الباب. حديث أبي هريرة ينادي نادي النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. وقيث مثلا في سوء الظن، في سوء الظن يا لطيف ولاش لاش يقوارنا بسوء الظن لعب ذيك شميت الشك يشوكك ذي الغاشي يسعى سوء الظن يوك ذي الغاشي كل حاجة يتويل كوتي نيجاتيفني نقصة مدو سيضارة غيش يخدم عشرة الحساب ما يعرضي كارث مغارة ودو سيضارة ماشا سيني يسعى لعذر خاطي مادام مدو سارة صافي مكتاتي قديمين كذا وكذا سوء الظن سوء الظن سوء الظن ولاش لاش يقهدن في وشولين يقزم العلاقات يقهدن ثاقمة سيريم ذانن أم سوء الظن فلنحذر فلنحذر يوعر أخويا. ولكن ند ربي القرآن فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلك لبسيكولوج سنفكر نصيحة أغرس الدين موث غري مال الدين سمحتي تسقوا ذلك كنك شخصي تسقوا ذلك الدين قبل عيناني خطر علم النفس نسي للتيوري ماشي نداقين نسي طليا نسي أمريكا نسي فرنسا نكون ماشي ذي روميا نكون دين سلمان فاس خنضع على بسيكولوجي غر الدين غر لا بسيكولوجي الشعب النخ تفهم الطبيعة النخ اللي مونتاليتي النخ وكذا والعلم ما جي إلى قد يفق سي ثمورث النخ سي المجتمع النخ سي الدين النخ باش هذه لي ينفع سوء الظن للأسف الشديد هذا مرض خطير مستشري.